هاي كمان آلة وترية من 4 أوتار، تعتبر من أشهر الآلات يلي استخدمت بالموسيقى الكلاسيكية. الفايولين موجود من حوالي 500 سنة، وعلى الأرجح صنعه أندريا أماتي سنة 1500. فيولون مصنوع من أكثر من 70 قطعة خشب موصولين ببعضهم، والعزف على الفيولون لمدة ساعة بيحرق حوالي 170 كالوريز. أغلى آلة كمان بالعالم صنعها جوزيبي غارنيري سنة 1741، وصل سعرها ل 18 مليون دولار. مين قال إنه الكمان يستعمل بأنواع كتير من الموسيقى، منها الموسيقى التقليدية، جاز، موسيقى هندية، شعبية وعربية؟ أنا قال بشوفكم بكرة.